بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الملتقى الافتراضي من سلسلة الملتقيات التي نظمها مركز قطر للتطوير المهني، والتي تهدف إلى توعية الجمهور الكريم من طلاب وأولياء أمور وتربويين بكل ما يخص مجال الإرشاد المهني. محدثتكم لهذا اليوم دكتورة حمد النعيمي، سأدير جلسة نقاش هذا الملتقى والذي سيكون بعنوان: تهانينا، لقد تخرجت من الثانوية العامة، فماذا بعد؟ ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أبارك لطلابنا الناجحين والمتفوقين في هذه السنة الاستثنائية. لقد تمكنت من النجاح في هذه السنة الاستثنائية في هذه الظروف القاهرة، فهنيئا لكم. سيكون معنا اليوم ثلاثة مشاركين في هذه الجلسة النقاشية: جامعة لوسيل، كلية التأسيس الجامعي، وكلية شمال الأطلنطي. بالنسبة لجلسة هذا اليوم، جلسة هذا اليوم مسجلة، ستكون إن شاء الله هذه الجلسة مسجلة وسيعاد عرضها على قناة المركز في اليوتيوب. يستطيع المشاركون في هذه الجلسة مشاركتنا بتعليقاتهم وأسئلتهم عبر كتابتها في خانة الدردشة أو التشات بوكس. احتفظ بهاتفك المحمول قريبا منك للمشاركة في استطلاعات الرأي في نهاية هذا الملتقى. سيبدأ مخطط الجلسة بالتعريف بمركز قطر للتطوير المهني، وتعريف بالمشاركين وعروض للمشاركين وأسئلة وأجوبة. من نحن؟ مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر، يسعى لأن يكون منارة التوجيه المهني في دولة قطر من أجل إعداد رأس المال البشري الوطني للاستجابة لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر غرس التوجيه المهني وترسيخه كجزء من الثقافة الاجتماعية والاقتصادية للدولة. يهدف مركز قطر للتطوير المهني إلى مساعدة الشباب في قطر على تحديد أهدافهم التعليمية والمهنية ووضع الخطط السليمة لتحقيقها بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات السوق القطرية. كما يقوم المركز بتوعية أولياء الأمور والعاملين في مجال الإرشاد المهني وإمدادهم بالمعلومات التي يحتاجونها في مجال الإرشاد المهني. كيف نعتزم تحقيق ذلك؟ عن طريق غرس العقلية المهنية في المجتمع القطري من خلال وسائل وبرامج تعمل على تعزيز الوعي المهني وخلق الاهتمام به، وذلك من خلال المخيمات المهنية، المركز الترفيهي للتوعية المهنية للأطفال، القرية المهنية، مبادرة توجيه الطلاب في أماكن العمل، برنامج الاستعداد المهني، مجلة دليلك المهني، الأبحاث المهنية، برنامج تدريب المرشدين المهنيين، سلسلة ورش عمل التطوير المهني. من هم جمهورنا؟ جمهورنا هم طلاب المرحلة ما قبل الجامعية، الطلاب الجامعيون والخريجون الجدد، أولياء الأمور، المرشدون والمستشارون، الأكاديميون والمهنيون، المتخصصون والعاملون في مجال رأس المال البشري، الباحثون والأكاديميون المختصون بالتوجيه المهني. من هم شركاؤنا؟ شركاؤنا هم الوزارات والجهات الحكومية، المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية، صناع السياسات والاستراتيجيات المهنية والتعليمية، القطاعين العام والخاص، المنظمات المدنية وغير الربحية، المنظمات والجمعيات المهنية والمتخصصة، الإعلاميون وقادة الرأي. سيشارك معنا في هذه الجلسة جامعة الوسيل، متمثلة في الأستاذة فاطمة المصلح عميد مساعد شؤون الطلاب، والأستاذة هبة الرئيسي مسؤولة استقطاب الطلبة بكلية شمال الأطلنطي في قطر، والأستاذة نانسي مطار مسؤولة القبول والتسجيل بكلية التأسيس الجامعي. والآن دعونا نرحب بالأستاذة فاطمة المصلح العميد المساعد لشؤون الطلاب بجامعة لوسيل. تفضلي أستاذة فاطمة. شكرا جزيلا دكتورة حمدة، ويسعدنا الانضمام إلى هذه المنصة الافتراضية خاصة في ظل هذه الظروف مع الطلاب مع جائحة كورونا. طبعا جامعة لوسيل هي جامعة أول جامعة وطنية خاصة تقدم برامج متميزة باللغة العربية، وذلك باللغة العربية بشكل أساسي، وذلك بالتعاون مع شركائنا من الجامعات الخارجية كجامعة الحسن الثاني في مملكة المغرب، وأيضا الجامعة الأردنية.
وأيضا هناك خطط توسعية مع جامعة ساسكس علاوة على ذلك. سنتطرق في هذا العرض إلى عدة محاور تتمثل أبرزها في البرامج ولغة التدريس، أيضا متطلبات القبول والمستندات المطلوبة لذلك. لدى جامعة لوسيل ثلاثة كليات في الوقت الحالي، وهي كلية القانون وكلية العلوم المالية والإدارية والاقتصادية وكلية التربية والآداب، وتندرج تحت هذه الكليات عدة برامج، منها البكالوريوس في القانون العام والبكالوريوس في القانون الخاص، البكالوريوس في تقنيات التسويق والتوزيع بمساري اللغة العربية والإنجليزية، والبكالوريوس في إدارة الأعمال والدراسات الفرنسية وتدريس اللغة الإنجليزية. سنتطرق أيضا عن متطلبات القبول، ويسرنا أن نعلن أنه قد تم بالفعل فتح باب التقديم لجامعة لوسيل منذ نهاية الشهر الماضي، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي من 30 يوليو 2020. أما فيما يخص متطلبات أو شروط القبول، فهي تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة 65% في شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا أو ما يعادلها، أو أن يكون قد أكمل سنة تأسيسية التي تتكون من 5 مواد على الأقل، من ضمنها مادتي التخصص بمعدل 65% بعد الصف 11 أو الـ IGCSE أو الـ O-Level أو ما يعادلها. وابتداء من العام الأكاديمي القادم، يلتحق الطلاب الحاصلون على شهادة الـ A-Level أو الـ IB من الكليات والمعاهد المعتمدة في دولة قطر في جامعة لوسيل مباشرة، باستثناء برنامج اللغة الفرنسية. كما يوجد استثناء بالنسبة لنسبة الثانوية العامة بالنسبة للحاصلين على نسبة أقل من 65%، فيمكنهم التقديم لجامعة لوسيل شريطة تحقيق المتطلبات سابقة الذكر. بالنسبة للمستندات المطلوب تحميلها في موقع التقديم، والذي هو ظاهرا في الموقع الإلكتروني لجامعة لوسيل والمعلن أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى المتقدم أن يقوم بتحميل نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير القطريين، أيضا نسخة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من البكالوريا، وصورة شخصية، بالإضافة إلى الفحص الطبي الذي سيتم تسليمه في وقت لاحق بعد قرارات القبول في أغسطس. بالنسبة للبرامج المقدمة باللغة الإنجليزية، فيشترط الحصول على درجة 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل، وفي حال عدم حصولهم على المعدل المطلوب فيتقدم لدراسة اللغة الإنجليزية في جامعة لوسيل في برنامج التأسيسي المقدم من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، ثم يخضع لاختبار تحديد المستوى. وفي حال عدم الالتحاق أو عدم اجتياز هذا الاختبار، فيلتحق بفصل دراسي آخر في البرنامج التأسيسي. وفي هذا الإطار يعفى من اختبارات اللغة الإنجليزية كل من حصل على تقدير جيد في 3 مواد، من ضمنها مادتي التخصص في اختبارات الـ A-Level أو الـ IB أو ما يعادلها. هذه ملخص عن التقديم في جامعة لوسيل. كما ذكرنا، هي جامعة حديثة، ويمكنكم التواصل مع الجامعة عبر البريد الإلكتروني ورقم الجامعة المتاح في هذه الشريحة، ونسعد بالرد على أي استفسار حول هذا الخصوص. شكرا دكتور. شكرا أستاذة فاطمة، صراحة عرض وافي، الجمهورنا الكريم كانوا يتطلعون أنهم يتعرفون على جامعة لوسيل عن قريب. الجمهورنا الكريم، يمكنكم طباعة أسئلتكم في خانة الدردشة، ولضيوفنا الكرام يمكنكم الإجابة مباشرة على الأسئلة في خانة الدردشة، أو عرض الأسئلة المتكررة للإجابة عنها بعد العروض التقديمية. كلية شمال الأطلنطي في قطر تتميز ببرامجها الفنية المنبثقة من سوق العمل المحلية. تعرض أهم البرامج التي توفرها كلية شمال الأطلنطي في قطر الأستاذة هبة الرئيسي، مسؤولة استقطاب الطلبة، فلتتفضل مشكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية. أول شيء أرحب بالجميع على هذه المنصة، وإن شاء الله بإذن الله بقدم لكم عرض تقديمي عن كيفية التقديم بكلية شمال أطلنطي والتخصصات والتخصصات التي تم إعلانها عن في درجة البكالوريوس. نبتدي بسم الله. طبعا كلية شمال أطلنطي هي كلية في المجال التقني التطبيقي، بمعنى أن طبعا الكلية كجو عام كجو دراسة، فالطالب يحس نفسه أنه هو فعليا في جو عمل، بمعنى أنه هو يشتغل بيده في البيئة الدراسية. ونبتدي طبعا بالتخصصات، تخصصات كلية شمال أطلنطي، فعندنا أربع تخصصات: كلية إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، تنقسم إلى دبلوم عامين ودبلوم 3 سنوات. فبالنسبة لإدارة الأعمال، التسويق والمحاسبة والموارد البشرية، وحاليا تم إعلان عن بعض التخصصات فيها درجة البكالوريوس، فمن ضمنها التخصصات الموارد البشرية عندنا كدرجة دبلوم وكدرجة البكالوريوس. أيضا كلية تكنولوجيا المعلومات فقط دبلوم، توفر درجة الدبلوم، فلدينا كل دبلوم سنتين في نظم المعلومات ونظم المعلومات أجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات البرمجيات. وطبعا الدبلوم 3 سنوات كدبلوم نظم المعلومات، تطوير البرامج، تطوير المواقع الشبكية ونظم المعلومات، إدارة الشبكات والأنظمة. ننتقل لكلية الهندسة، فأيضا تنقسم إلى قسمين، دبلوم سنتين ودبلوم 3 سنوات. وأيضا من ضمن التخصصات اللي في تخصص في كلية الهندسة يوفر درجة البكالوريوس، فتوفر درجة البكالوريوس في هندسة الصيانة، ودبلوم السنتين في فني معالجة الصيدلة وفني أنظمة الطاقة الكهربائية وفني ميكانيكا، هاي بالنسبة لدبلوم سنتين. ودبلوم 3 سنوات تكنولوجيا المعالجات الكيميائية وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية. طبعا مثل ما قلت، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية فقط تحولت إلى هندسة صيانة، وبالنسبة للبرنامج الدبلوم 3 سنوات فقد ألغي هذا البرنامج كدبلوم 3 سنوات، فقط الهندسة الميكانيكية حاليا فقط توفر 4 سنوات كهندسة صيانة. وتكنولوجيا هندسة تشغيل المصانع، وأخيرا هندسة الاتصالات والشبكات. بالنسبة لكلية العلوم الصحية فتوفر دبلوم عام واحد، شهادة تعزيز الصحة، بمعنى أن الطالب أو المتقدم يجب أن يكون لديه شهادة طبية، شهادة في مجال الطب، ومن ثم يقدر الطالب أنه يقدم على هذا البرنامج. وأيضا ينطبق على دبلوم التثقيف الصحي اللي هو مرض السكري، دبلوم العامين فني صيدلة والصحة والسلامة والإسعاف والرعاية، ودبلوم 3 سنوات الإسعاف والرعاية الطبية والأشعة. طبعا من ضمن التخصصات التي تم توفيرها كدرجة بكالوريوس 4 سنوات، وأيضا متوفر طبعا دبلوم 3 سنوات، وأيضا كدبلوم فقط العلاج التنفسي والصحة البيئية وصحة الأسنان. ننتقل إلى المتطلبات. بالنسبة لمتطلبات كلية الدراسات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، الشهادة الثانوية كخريج ثانوي معدل لا يقل عن 60%، ويجب أن يكون لديه في هذه ال5 مواد درجة الإنجليزي ودرجة الرياضيات، وطبعا 3 مواد غير لا نقبل اللغة العربية ولا الشرعية أو الدين. وطبعا لازم يكون مجموع 5 مواد يتطلب يكون مجموعهم 60%. وبالنسبة لمتطلبات القبول في كلية الهندسة وكلية العلوم الصحية، أيضا يتطلب كخريج ثانوية معدل لا يقل عن 60%، وأيضا يجب أن يكون يتضمن في هذه المواد الإنجليزي والرياضيات سواء كان أكاديمي أو متقدم، وأيضا يجب أن يكون لديه في إذا في حال حاب أن يدخل هندسة أو علوم صحية مادتي سواء أحياء وكيمياء وفيزياء أو أي مواد إضافية. طريقة التقديم، طبعا طريقة التقديم عن طريق الأونلاين.
وسوف نحتاج طبعا شهادة الثانوية العامة. وبالنسبة للخريجين من الثانوية العامة سواء مدرسة خاصة أو من مدارس خارج قطر، فيجب أن يتوفر معادلة الشهادة بحيث أن يتم قبولهم، وصورة من البطاقة الشخصية القطرية، وصورة من الجواز، وطبعا الرسوم رمزية بعد التسجيل يتم الدفع عن طريق الأونلاين. آخر موعد لاستلام الطلبات 26 يوليو. وبالنسبة لدرجات البكالوريوس، للمزيد من المعلومات ادخلوا على موقع الكلية www.cna-qatar.com، تقدرون تتعرفون على المجالات بشكل أكبر وشكل أوسع وما هي متطلبات درجات البكالوريوس. يعطيكم العافية. شكرا أستاذة هبة. عندكم طبعا أرقام التواصل مع كلية شمال الأطلنطي. عرضنا الأخير في هذا الملتقى لكلية التأسيس الجامعي الذي تقدمه الأستاذة نانسي مطر مسؤولة القبول والتسجيل. تفضلي أستاذة نانسي. شكرا دكتور حمدة. مساء الخير، السلام عليكم. كلية التأسيس الجامعي هي كلية خاصة تعمل في قطر من 4 سنين لحد اليوم، هي مرخصة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، وتعمل ككلية شريكة مع مركز اسمه الـ NCUK في مانشستر، وهو عبارة عن مجموعة من الجامعات الرائدة في بريطانيا. كليتنا تعمل مع الـ NCUK لتوفير برنامج اسمه السنة التأسيسية الدولية، والميزة هذا البرنامج أنه أي طالب يكمل السنة التأسيسية الدولية الخاصة بـ NCUK عنده ضمان القبول بالجامعات بعد السنة التأسيسية، والقائمة الجامعات الشريكة تشمل أكثر من 120 جامعة حول العالم. لأحكي شوي عن NCUK. NCUK تعرف بتميزها بالتعليم بالولايات المتحدة، وهذا التميز تناله من خلال الجامعات المرموقة يلي على قائمتها أو على شبكتها كجامعات شريكة. العديد منها هي جامعات راسد جروب، أي جامعات النخبة، NCUK هو سنتر قائم من عام 1987، فلديه خبرة كتير كبيرة بالتعليم العالي، وساعدوا أكثر من 30 ألف طالب دولي حول العالم لإتمام السنة التأسيسية الدولية والانتقال للجامعات الشريكة لاستكمال درجات البكالوريوس. أوكي؟ بعد ما تعرفنا على NCUK، كلمحة سريعة وين في جامعات شريكة لكلية التأسيس الجامعي بالعالم. طبعاً عندنا شركات مع جامعات داخل قطر، كلية شمال أطلنطي أو كلية مجتمع هي واحدة منهم. عندنا شركات مع جامعات في بريطانيا، إيرلندا، سويسرلاند، بولندا، حتى الصين، أستراليا، أمريكا وكندا وغيرهم. ففرص الطالب عديدة ولا تحصى بعد الانتهاء أو استكمال السنة التأسيسية الدولية بنجاح. أي طالب لما ينهي المرحلة الثانوية سواء عم يدرس بالدوحة أو ببريطانيا، فلو راح على بريطانيا عنده سنة تأسيسية دولية وعنده 3 سنين جامعية للحصول على درجة البكالوريوس، هي نفسها السنة الأولى اللي بيدرسها الطالب في بريطانيا عم بيدرسها بالدوحة من خلال كلية التأسيس الجامعي. فخارطة الطريق واضحة جدا، بعد انتهاء من المرحلة الثانوية عنده سنة بالدوحة يليها 3 سنين، إذا مش عم نحكي عن الطب طبعا لأنه بده 5 سنين بعد التأسيسي، فيليها 3 سنين للحصول على درجة البكالوريوس الجامعي. هذا بما يخص الرود ماب. المسارات الأكاديمية اللي بنوفرها ككلية من خلال برنامج التأسيسي هن 6 مسارات. في مسار الساينس أو العلوم يلي بيشمل الطب وكل التخصصات الطبية مثل مختبرات وتمريض وأحياء وعلاج فيزيائي وغيرها، حتى علوم غذائية رح مر عليهم سريعا. التخصص الثاني أو المسار الثاني هي السنة التأسيسية الدولية في مسار الهندسة، يلي من بعدها الطالب يتخصص بكافة الاختصاصات الهندسية سواء نووي، بترول، ميكانيكال انجينيرينج او هندسه بناء، هندسه كهربائيه. ثالث مسار راح يكون مسار الحوسبه او الكمبيوتينج يلي هو الكترونيات وشبكات، الامن السيبراني، برمجيات، الجرافيكس، الهندسه البرمجيه وغيرهم. المسار الرابع راح يكون اداره الاعمال، ولما نحكي إدارة الأعمال يعني إدارة مشاريع، إدارة مخاطر، إدارة ضريبية، لوجستيات، إدارة موانئ ومشتريات وإدارة مخاطر. المسار الخامس راح يكون العلوم الإنسانية للطلاب المهتمين بالكتابة الإبداعية، بالتصميم، مهتمين بالعلم الاجتماع، بالقانون، بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية وغيرها. والمسار السادس راح يكون Art and Design اللي هو الفنون والتصميم للطلاب يلي مهتمين مباشرة وبشكل أكيد بكل ما يتعلق بالتصوير والفنون الجميلة والتكنولوجيا الوسائط وغيرها. فهيدول هن 6 مسارات يلي بغطوا تقريبا كل التخصصات. متطلبات قبول الطلاب بكلية التأسيس الجامعي، طلاب الثانوية العامة
يعتبروا ملاجين لتقديم طلب أو يقبل أن يقدموا طلب إذا كان يتوفر لديهم 60% معدل وأعلى من التعليم الثانوي أو الشهادة العامة الدولية IGC. لازم يكون عندهم 5 مقررات مع مينيموم علامة C كحد أدنى أو مقررين AS بدرجة E كحد أدنى. كمان طلاب الآي بي إذا توفر لديهم مجموعة 22 نقطة وما فوق كمان بيقدروا يقدموا الطلب. من منهج أمريكي عنا GPA 2 أو 75% أو C من المنهج الباكستاني والهندي من 50% وما فوق. الميزة إنه لا حاجة للطلاب إنه يكون عندهم IELTS لأنه عنا اختبارنا الداخلي اللي هو اختبار حددته NCUK، فمنقدر نعرف قديش عندهم proficiency باللغة الإنجليزية. منح الدراسية هو سؤال كل الطلاب بيسألوا عنه. عدا عن وجودنا على قائمة الابتعاث الحكومي وهيدا موضوع له خاصية هيدا السنة، إنه هاي السنة فقط بسبب الظروف الراهنة برنامج التأسيسي رح يكون موجود على قائمة الابتعاث الحكومي بالتخصصات اللي بعدها متاحة للابتعاث الخارجي فقط. يعني التخصصات المتاحة للابتعاث الخارجي عن طريق وزارة التعليم والتعليم العالي هي فقط التخصصات اللي رح تستفيد من منحة دراسية للتأسيسي إذا استوفوا الشروط وحصلوا على العرض الجامعي. نحن بنقدم خصم يتراوح من 8 ل 12% للطلاب بحسب أدائهم بالمرحلة الثانوية، والجامعات بعد إنهاء مرحلة التأسيس الجامعي كل جامعة عندها نوع مختلف من الديسكاونت أو المنح الجامعية. إذا بنشوف على السلايد الثاني مع دكتور حمدة مثلا حطينا امثله انه في بعض المنح بتكون قيمتها بين 2000 جريت بريتش باوند او 2500 مثل جامعه يونيفرسيتي اوف شيفيلد. بعض المنح الدراسيه بتوصل قيمتها ل 7000 جنيه استرليني. بعض المنح الدراسيه بتكون لانه الطالب عنده تميز اكاديمي دولي بكل سنترز الان سي يو كي بالعالم، فالفرص جدا متاحه وجدا كبيره. على اختلاف الجامعات تختلف المنح الدراسيه يلي موجوده. بالسلايد الأخير أنا بس بدي أقول أي حدا عنده استفسار بيقدر إما يتوجه على مركزنا بمدينة خليفة الجنوبية أو يتواصل معنا من خلال موقعنا اللي هو ufc.edu.qa عبر ملف استمارة انكويري أو أبليكيشن. نحن رح نتواصل معه بأسرع وقت ممكن. التسجيل حاليا مفتوح، عملية التسجيل عم بصير بشكل أونلاين بشكل كامل. إذا الطالب مش حابب يطلع من بيته أو يتوجه على الكلية بمجرد ما يعمل أبلاي أونلاين على موقعنا ونستلم الأبليكيشن بنراجعها بنتصل فيه، إذا في شيء ناقص نحن بنطلبه، إذا بيحتاج اختبار دخول نحن بنتواصل معه وبنعطيه الأوفر كمان إلكترونياً بيقدر يقبله إلكترونياً. فالآلية جداً سهلة والفرص مش محدودة، وأهم شيء هو ضمان القبول بعد السنة التأسيسية. كل طالب بيقدر يضمن أنه عنده مكان بالجامعة لثلاث سنين لتحصيل الشهادة. شكراً دكتورة حمدة. شكرا استاذتي نانسي. طبعا كلية التأسيس الجامعي خيار في ظل هالظروف الراهنة، خيار طارح نفسه وبقوة في هالمجال. شكرا لتوضيح النقاط وتوضيح كل طرق التواصل. جمهورنا الكريم، أي أسئلة حابين توجهونها لضيوفنا الكرام الرجاء طباعتها على مكان الدردشة. ضيوفنا الكرام أحط لكم المجال أنكم تجاوبون على الأسئلة الموجودة، ممكن تجاوبون في الشات بوكس، ممكن نأخذ الأسئلة المتكررة. أود أن أعتذر طبعاً عن عدم حضور كلية المجتمع الصراحة نظراً للظروف الطارئة اللي أدت إلى تأخير هذا الويبينار من الملتقى الافتراضي من الأسبوع اللي فات إلى هالأسبوع. الصراحة صارت عندهم تعارض في المواعيد، كان our fault، بس أنا أعتذر جميعاً عن عدم وجود كلية المجتمع معانا، وإن شاء الله تكون معانا في الملتقيات القادمة. السؤال لنانسي، هل في هذه الحالة الطالب سوف يفقد فصل دراسي؟ هل هو معذور ولا ذنب له؟ مع جزيل الشكر والتقدير. شكرا دكتور حمدة. كان في السؤال مثل ما لاحظت كان ابتدى بقسم سابق انه لماذا لا تمدد مهلة تسليم الشهادة الثانوية النهائية للطلبة الذين كانوا مرضى ويلي بانتظار الدورة الثانية. ما رح يفقد الطالب أي فصل نهائيا أبدا. الطلاب يلي ما زالوا بانتظار الدورة الثانية من المرحلة الثانوية معهم وقت، لأن الصفوف بالعام الأكاديمي بكلية التأسيس الجامعي تبتدأ من 27 سبتمبر وهذا تاريخ بيسمح لهم يقدموا الطلب.
الطلب، وفيهم يحصلوا على قبول مشروط، يعني يعملوا اختبارات الدخول بناء على علامات الفصل الأول من العام الدراسي. إذا نجحوا بياخذوا قبول مشروط بيضلوا معهم عشان حفظ مكانهم، ولما تطلع النتيجة النهائية حتى لو طلبوا دور ثاني بهذه الحالة بيقدروا يرجعوا نغير القبول لقبول غير مشروط وينضموا للعام الأكاديمي من بدايته. سؤال also حق أستاذتنا نانسي، هل لو الطالب يسأل لو حاب أدرس في ألمانيا هل كلية التأسيس تعتبر بديل عن السنة التحضيرية هناك؟ نحن في ألمانيا بالضبط، ألمانيا من الدول اللي ما في شركات مع جامعات فيها، بس لأنه الكواليفيكيشنز أو مواصفات البرنامج التأسيس الدولي الخاص بالNCUK متعارف عليها دوليا وعالميا، بالسنتين الماضيين أخذنا أوفرز وعملنا بليسمنت، جبنا قبول لطلاب بجامعات في ألمانيا بدون وجود اتفاقية أصلا. هذا كله بيعتمد على درجات الطالب في المرحلة التأسيسية. سؤال موجه لجامعة لوسيل، هل هناك عدد أو سقف أعلى لعدد لقبول عدد الطلاب؟ يعني هل في سقف لعدد الطلاب في كل تخصص؟ هناك فعلا نسب معينة لكل تخصص، لكن سيتم النظر في جميع طلبات القبول بالكامل بغض النظر عن، سيكون القبول بالفعل تنافسي وحسب التخصصات المتاحة. طيب السؤال لكلية شمال الأطلنطي هبة، آخر مدة هي لغاية 23/8 وبعدها يتم ترحيل الطلب إلى فصل الدراسي في الشتاء، صحيح الكلام؟ عفوا، طلبات القبول طبعا تطلع على من بعد التسجيل، ويبتدي إرسال كتابات القبول قبل بداية الفصل الجديد بأسبوع أو أسبوعين. أما بالنسبة، لأن حاليا نواجه ضغط ما شاء الله، فالكل طبعا يكون على قائمة الانتظار، ولكن بعدها إذا لم يتم قبول الطالب في الفصل الحالي يتم تحويله أوتوماتيكيا للفصل اللي بعده. سؤال لجميع المشاركين، نبدأ منهم جامعة لوسيل، هل هذه الكليات متاحة للمقيمين؟ وماذا عن مصروفات هذه الكليات؟ فاطمة؟ بالطبع جامعة لوسيل تفتح الباب لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة دون استثناء. أما بالنسبة للرسوم الدراسية فهي معدل الرسوم الدراسية للساعة الواحدة في جميع التخصصات 1400 ريال قطري. هبة؟ نعم، عفوا، مرة أخرى، هل التخصصات مفتوحة للمقيمين في قطر؟ وماذا عن المصروف، يعني تخصصات الدبلوم وشن؟ طبعا تخصصات الدبلوم، يعني طبعا الطالب يدفع، وتكون التخصصات للدبلوم في السنة 20,000 ريال السنة، 10,000 ريال الفصل. شكرا. نانسي؟ نحن نقبل الطلاب سواء كانوا مقيمين أو قطريين أو أبناء قطريات بنفس المعايير، لأنه معايير برنامج الNCUK هي معايير دولية لكل المناهج، بس يدرس الطلب بحسب المنهج اللي بيجي منه الطالب. بالنسبة للتكاليف، تكاليف سنة التأسيسية الدولية هي 73,000 ريال قطري مع تسهيلات بدفعها خلال العام الدراسي. أستاذتي فاطمة، جامعة لوسيل هل يؤهل بكالوريوس اللغة الفرنسية للعمل في تدريس هذه اللغة؟ طبعا مجالات سوق العمل هي مفتوحة في مجالات واسعة جدا. بالنسبة لبرنامج الدراسات الفرنسية فهو يطرح من ضمن كلية التربية والآداب، الذي يمكن أن يؤهل الطالب للتدريس في حال التحاقه أو تأهيله للقيام بمهنة التدريس بذاتها. السؤال لجميع الجامعات، والصراحة في ظل هالظروف الدراسة أونلاين صارت مطروحة وبقوة على الساحة بين كل الطلاب، يقول السؤال لجميع الجامعات المشاركة، هل يوجد أي احتمال لتقديم الدراسة بالكامل عبر الإنترنت؟
طبعا موضوع الدراسة عن انترنت هو على خلال عن بعد هي يعني متصلة بتوجه الدولة بالكامل، فمتى ما أعلنت الدولة بأن الدراسة سيكون في الحرم الجامعي فستكون الدراسة في هذه الحالة في الحرم الجامعي، وإذا اقتضت الأمور أن يكون عن بعد فنحن في جامعة لوسيل مستعدون لتقديم التعليم عن بعد بالكامل. فاطمة، سؤال للطالب قصدا هل الكل السيرتيفيكت تكون عن بعد، يعني مثل التعلم عن بعد كامل مش في ظل هالظروف أونلي؟ أي طبعا البرامج المقدمة هي تقدم بطريقة التعليم الانتظامي والذي يكون من خلال حضور الطلاب للحرم الجامعي. شكرا. هبة، طبعا بس حبيت أضيف شغلة دكتورة حمدة بالنسبة للمصاريف، ملاحظة صغيرة أن في طبعا حاليا يعني بيكون عليها أبديت بالنسبة للمصاريف، ولكن حاليا ما عندنا أي معلومة جديدة، فمتى ما تم توفير هذه المعلومة سوف يتم إعلانها عن طريق الموقع الإلكتروني. أما بالنسبة للتعليم عن بعد مثل ما تفضلت أختي الكريمة، حاليا التدريس عن بعد، وأيضا احنا نتبع إجراءات الدولة، فمثل ما هم حاليا قالوا لنا يعني ان التعليم عن بعد فبالتالي بيكون طبعا حاليا عن بعد، ولكن لو في اي معلومات او اي معلومات جديدة حول هذا الموضوع ان الدراسة سوف تكون عن في الحرم الجامعي طبعا سيتم إبلاغ الطلاب بذلك. نانسي، بشكل عام أسلوبنا التدريسي بكلية التأسيس الجامعي يعتمد على حضور الصفوف on campus بمبنى الكلية، مثل ما أنا بضم صوتي لصوت زميلتي مس هبة ومس فاطمة أنه بظل الظروف الراهنة تمكنا من أنه نعطي دروس أونلاين خلال الفصل الثاني من العام الدراسي السابق، وعندنا كامل الجهوزية أنه نستمر بهذه الطريقة إذا اضطر الأمر، بس كآلية معتمدة بشكل دائم هي من خلال حضور الصفوف بشكل نظامي. شكرا نانسي. أوصو نانسي، السؤال لك، هل هناك شراكة بين الكلية التأسيسية وجامعة جورج تاون في قطر؟ لحد الآن لا، ما في شراكة، بس نعمل على هذا الشيء، رح نعلن عن أي شراكات إن شاء الله بتصير داخل قطر. لحد اليوم نحن على شراكة مع جامعة أبردين، مع جامعة نورثامبريا، مع جامعة ستندن، هدول ثلاث جامعات الطالب بخلص البرنامج التأسيس الدولي بينتقل على السنة الثانية، لأنه البرنامج التأسيس الدولي هو عبارة عن سنة أكاديمية كاملة يبدأ من سبتمبر 2020 ينتهي بشهر 6 2021، 9 أشهر فصلين، بعد منها بينتقل على إذا استوفى العلامات المطلوبة ينتقل على السنة الثانية في أي من أبردين، نورث أمبريا أو ستندن. أما وعندنا شركات يلي بياخد مقابلهم إذا بدك كريدت ترانسفير أو أور كريدت أورز مع كلية المجتمع وشمال أطلنطي وكلية الطيران. شكرا استاذتي. لجامعة لوسيل، إذا كان الاختبار الآيلز شهر 8، هل ستقبل الجامعة النظر في الطلب؟ عارفة في كثير من الطلاب للحين في ظل هالظروف ما قدموا امتحانات الآيلز، هل سينظر في طلباتهم في التخصصات اللي محتاجة آيلز؟ بداية سيتم قبول شهادة الآيلز بالنسبة للذين قاموا بتقديمها خلال عامين، وعلى خلاف ذلك فالخبر أثار أن قد تم تقديم أو البدء في تقديم اختبارات الآيلتس في الدولة، ويمكن للطلاب التقديم على هذه البرامج، خاصة أنه باب التقديم لجامعة لوسيل لا زال مفتوحا إلى 30 يوليو، فيمكن للطالب تقديم الاختبار خلال هذه الفترة وتحميله على النظام الإلكتروني. طيب، هاي also سؤالنا جميعا، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للعودة مع وجود فيروس كورونا؟ طبعا تم الإعلان أن بداية الدراسة تبتدي من 1/9، هل هناك إجراءات احترازية أو وقائية أستاذة فاطمة في هالمضمون؟ صحيح، بالطبع هناك إجراءات احترازية، سواء خاصة إن كان التعليم سيكون فعليا داخل الحرم الجامعي، فنحن نعمل في الوقت الحالي على المسافات الآمنة بين الطلاب وتوفير الإجراءات الاحترازية والعمل بها كقياس درجة الحرارة إلى آخره، وعلى خلاف ذلك فنحن أيضا مستعدون للتعليم عن بعد متى ما أعلنت الدولة ذلك.
أستاذتي هبة. طبعا في ظل طبعا الكورونا، صحيح ان الحياه ولله الحمد بدات تعود تدريجيا، ولكن طبعا الوباء لا زال موجود. فطبعا من ضمن الاحترازات التي تقوم بها كليه شمال اطلنطي، طبعا من ضمنها اظهار تطبيق احتراز مع الالتزام بلبس الكمام وقياس درجه الحراره. ولكن حاليا في الوقت الحالي يكون التعليم عن بعد، ولكن في مثل ما تفضلت اختي الكريمه ان يعني حاليا في الوقت الحالي التعليم عن بعد، وبعدها اذا كان في اي اجراءات تاليه من الدوله فسيتم الاعلام بها واعلام بها طلابنا. استاذتي نانسي. كمان بكلية التأسيس الجامعي مثل ما تفضلوا الزميلات، سيخضع الطلاب لفحص الحرارة وإبراز تطبيق الاحتراز، وعليهم الالتزام طبعا بالكمام والكلوفز، وعم ناخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للصفوف للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب، لأنه إذا الصف كان بيستوعب 20 طالب 25 طالب، هلأ تغيرت الأرقام والمعايير عشان نحافظ على المسافة الآمنة بين الأفراد. هذه هي الإجراءات لحد الآن، مع علمنا بأنه على الأغلب الأغلب رح يتم مباشرة الصفوف عن طريق التعليم في الكلية، مش عن طريق الأونلاين، مع أنه عندنا جهوزية تامة للاحتمالين. شكرا لكم جميعا. في سؤال الصراحة يعني يمكن لو أحد فيكم يجاوبني عليه. ولي أمر يقول كيف نحصل على معلومات وافية مكتوبة عن هذه الكليات حتى يكون لنا مرجع كأولياء أمور؟ إذا بتسمحي لي دكتور حمدة، ما بعرف إذا رح تصير بالإمكان مشاركة السلايدز يلي موجودة معكم مع الأتنديز تبع الويبينار، بس إذا بدي أحكي عن كلية التأسيس الجامعي بيقدر يتواصل معنا من خلال الموقع ويطلب كل المعلومات، ونحن خلال يوم عمل واحد بنقدر نوفر له كل المعلومات يلي هو بيطلبها، حتى قوائم بأسماء الجامعات يلي بتوفر التخصصات يلي هو مهتم فيها. شكرا. طبعا بالنسبة لكلية شمال أطلنطي، جميع المعلومات اللي تم حاليا يعني المشاهدين يشوفونها متواجدة في موقع الكلية، وأيضا الرقم اللي في آخر السلايد هذا رقم الخط الساخن، إذا في حال عند أي من أولياء الأمور أي استفسار يقدرون يتواصلون مع إحدى من موظفين الكلية، وسيتم إجابة أي سؤال أو أي استفسار يتعلق بمتطلبات الكلية. بالنسبة أيضا لجامعة لوسيل، فجميع ما تم ذكره معلن في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لجامعة لوسيل، كما نسعد أيضا للرد على جميع الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. أشكركم جميعا، بس ودي أذكر أن ظهر أمامكم على الشاشة كود الاستبيان. الرجاء من حضورنا الكريم الإجابة على أسئلة ليتسنى لنا تطوير برامجنا بما يتناسب وتطلعاتكم. أي إضافة أستاذتي فاطمة؟ شكرا جزيلا على هذه المبادرة وعلى هذه الفرصة. أستاذتي هبة أي إضافة؟ في النهاية أشكر الجميع على الحضور، ومثل ما قلت إذا عندكم أي استفسار أو أي معلومة ودكم تعرفونها من خلال السلايد الأخير في عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق رقم الهاتف، تقدرون تتواصلون معنا من الساعة 7:30 إلى الساعة 3 من الأحد إلى الخميس، فإحنا يعني متواجدين لخدمتكم. أستاذتي نانسي. أنا بدي أتشكرك دكتور حمدة، بدي أتشكر مس هبة مس فاطمة، أسعدتني المشاركة معكم بهذا الملتقى الافتراضي، وأي شخص عنده أي سؤال أو مهتم بالتقديم أو يعرف أكثر عن كلية التأسيس الجامعي، أبوابنا مفتوحة بشكل يومي كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 4 العصر، كما موقعنا متوفر لإعطاء كل المعلومات المطلوبة، و
بتخيل الكل بيضم صوته إلي إنه كل ما أسرع الطلاب بتقديم طلباتهم بوقت أبكر، كل ما كانوا مرتاحين أكثر بعملية التسجيل وتقديم الطلب وتحصيل القبول قبل ما نوصل لآخر لحظة الراش أور. فبدي أتشكركم وبتشكر كل اللي طرحوا أسئلة لأنه كانت كتير حلوة. أشكركم جميعاً ضيوف الكرام، أشكركم جميعاً حضور الكرام. في نهاية هذا الملتقى أود أن نذكركم بأن هذا الملتقى مسجل وسيعرض على قناة مركز قطر للتطوير المهني على اليوتيوب. شكراً حضورنا الكريم، شكراً ضيوفنا الكرام، شكراً فريق العمل، تحياتي ودمتم سالمين.